دعا الملك محمد السادس في خطاب العرش اليوم السبت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لإعلاء مصلحة الشعبين الجزائري والمغربي وفتح الحدود. وأضاف الملك محمد السادس: إننا نجدد الدعوة الصادقة لأشقائنا في الجزائر للعمل سويا دون شروط من أجل بناء علاقات ثنائية أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار. وأضاف جلالته: وذلك لأن الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يرضينا وليس في مصلحة شعبينا وغير مقبول من طرف العديد من الدول، فقناعتي أن الحدود المفتوحة هي الوضع الطبيعي بين بلدين جارين وشعبين شقيقين. وأضاف صاحب الجلالة: إننا نجدد الدعوة السابقة لأشقائنا في الجزائر للعمل دون شروط لبناء علاقات أساسها الثقة دون شروط، لأن الوضعية الحالية لهذه العلاقات لا ترضينا، وقناعتي أن الحدود المفتوحة هي الأساسية بين الشعوب، لأن إغلاق الحدود يتنافى مع الاتفاقيات الدولية بما في ذلك اتفاقية مراكش التي تنص على فتح الحدود بين البلدين. وأوضح الملك أن ما يقوله البعض بأن فتح الحدود لن يجلب للمغرب والجزائر إلا الشر فهو مخالف للواقع، لأن أمن الجزائر وشعبها هو أمننا، لذا أدعو فخامة الرئيس للعمل سويا في أقرب وقت ممكن لتطوير العلاقات التي بناها شعبينا. لأشقائنا في الجزائر للعمل سويا دون شروط من أجل بناء علاقات ثنائية أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار، ذلك أن الوضع لأن الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يرضينا وليس في مصلحة شعبينا وغير مقبولة من طرف العديد من الدول، فقناعتي أن الحدود المفتوحة هي الوضع الطبيعي بين بلدين جارين شعبين شقيقين، لأن إغلاق الحدود تتنافى مع حق طبيعي ومبدأ قانوني أصيل تكرسه المواثيق الدولية بما في ذلك معاهدة مراكش التأسيسية لاتحاد المغرب العربي التي تنص على حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بين دوله، وقد عبرت على ذلك صراحة منذ 2008 وأكدت عليه عدة مرات وحسبت، خاصة أنه لا فخامة الرئيس الجزائري الحالي ولا حتى الرئيس السابق ولا أنا مسؤولين على قرار الإغلاق، ولكننا مسؤولون سياسيا وإخلاقيا على استمراره أمام الله وأمام التاريخ وأمام مواطنينا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.